انزل بص قدامك. هارس بص يا ابني، انا ما عنديش وقت كتير عشان اضيعه معاك، والباب ده بيطلع على سكه واحده بس، يعني قدامك فرصه واحده انك تتعاون معانا، واحتمال ان ده يخفف عنك. عملت ايه مع رزق والفني بتاعه؟ الرقم مقفول من 3 شهور، ما عملش اي مكالمات ومفيش اي بيانات متسجله عليه. يبقى اكيد رزق عنده رقم تاني. اتفضل هتتصل بصاحبك، هتطمنه عليك وتقول له انك بخير وان صحتك زي الفل. يلا كلمه. كده انت بتكذب علينا واحنا بنكره اللي بيكذب علينا. هتتصل بيه على الرقم الجديد، مفهوم؟ السلام عليكم. السلام عليكم يا ابن عمي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخ رزق. أنا بكلمك من الرقم ده علشان أطمنك إن الأمور كلها ماشية بخير، وإني جاي لك قريب أزورك، وجايب لك معايا القمصين. مستنيك يا ابن عمي، والغدا جاهز، نورنا أنت بس. السلام عليكم. جدع. ثابت يلا، انزل. العبوات الناس سافرت. عبوات ايه يا باشا؟ ما اعرفش حاجه. العبوات اللي انت محضرها فرج. فتشوا المكان.